السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الباتري تشارجر، هنتكلم على مكوناته، هنتكلم على استخداماته، هنتكلم على طرق صيانته، واخيرا هنعرف هو احماله ايه واحنا ليه اصلا بنعمل الباتري تشارجر دوت. تابعونا ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما احنا قلنا في مقدمة الفيديو، هنتكلم النهاردة ان شاء الله على الباتري تشارجر. الباتري تشارجر ده لو احنا هنبدأ نتكلم على السنجل لاين دياجرام بتاعته، هو عبارة عن جهاز زي ما شفناه في اول الفيديو. اسمه ايه بقى الجهاز ده؟ ريكتفاير. لو احنا فاكرين في اليو بي اس كان في عندنا حاجه اسمها ريكتفاير وانفرتر. لا، احنا عندنا هنا بس الجهاز ده اسمه ريكتفاير بس. بيعمل ايه الريكتفاير ده؟ بياخد تيار الاي سي يحوله لي لدي سي، تمام كده؟ ليه يا عم بياخدوا الاي سي يحوله دي سي؟ عشان خاطر يبدا يشحن لي البطاريات، خط طويل وخط صغير كده، دي رسمه البطاريه، تمام كده؟ طيب احنا ليه اصلا بنحول للاي سي للدي سي؟ عشان خاطر بناخد بقى الباور من البطاريات نبدا نغذي بيها الاحمال بتاعتنا اللي هي اصلا بتبقى دي سي. يعني في اليو بي اس احنا كنا بنحولها تاني الاي سي، لا في الباتري تشارجر هي انا عايزها دي سي، بس ببدا اخدها من البطارية بتاعتي. ليه؟ عشان باستمرار الباتري تشارجر ده باخده اشحن بيه بطاريات، وده التونجر العادي جدا اللي هو بيستخدم في شحن البطاريات، تلاقيه عند كهربائي سيارات، هتلاقيه في اي مكان، ده اسمه ريكتفاير، بياخد الاي سي يحوله دو سي. طيب احنا في الشركات بقى بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه لان احنا عندنا بيبقى فيه السويتش جير او لوحة المفاتيح، بيبقى فيها كونتاكتورز بتبقى عبارة عن عايزة 110 فولت دي سي، تمام؟ دي أول أحماله. إيه تاني؟ عندنا السيركت بريكر اللي هي بتبقى موجودة اي بي بي أو شنايدر أو الأخير، بيبقى فيها موتور بيبقى محتاج 110 فولت دي سي. هيبقى عندنا في انديكيشن لامب موجوده على البانلز بتاعتنا بتبقى محتاجه 110 دي سي، او بنعمل لها بنجيب لها حاجه زي الانفرتر بيبدا يحول لنا من 110 ل 24 للانديكيشن لامب والحد دي كلها. يبقى احنا كده اتكلمنا على عرفناه من الاي سي بيحول للدي سي عشان اشحن بطاريات تبقى واخد منها ادي الاحمال ال 110 اللي هم موجودين عندي، سواء كان للماتور او للكونتاكتورز او للانديكيشن لامب، او اشحن بيه البطاريات وتبقى موجوده عندي الدي سي، والاحمال بتاعته عرفناها، ودي بتبقى الاستخدامات بتاعته. الصيانات بتاعته مش عايز اطول في فيديو عن موضوع الصيانات، لان الصيانات بتاعته هتدخلنا في قصه البطاريات، صيانه البطاريات اللي بتبقى موجوده عليه، وهي دي اهم حاجه بتبقى في الباتري تشارجر. بيبقى عندنا صيانات كل 3 شهور، بناخد على البطاريات ديت الامبيدنس بتاعها او المقاومه الداخليه والفولت بتاع كل بطاريه كل 3 شهور، وبعد كده كل 6 شهور وكل سنة بنعمل لهم تفريغ للشحن بتاعهم، ودي ان شاء الله قصة تانية هنتكلم فيها بعد كده. بس حبيت بس اعرفكم النهاردة الباتري تشارجر دوت احنا بنستخدمه ايه، لان مهم جدا كل فني او مهندس يبقى فاهم المواضيع دي بتبقى ماشية ازاي. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.